الشركه ديال الباك قلنا لانه ما غاديش نديرو فقط الذي اثير مؤخرا حول ملعب رفقي بانزا، وكثر الكلام والقيل والقال انه هناك تفويت وهناك انا تنكذبوا جميع هذه الاقاويل كل ما في الامر انه تنقولوا داك الملعب داك رفقي الفضاء انه غادي يبقى فضاء للتنزه غيولي فضاء سي ليكيفالون ديال هناك تصور بغينا نردو بحال التهيئه ديال البارك ديال المنتزه الانبعاث اللي في اكادير وبغينا نديروا واحد المنتزه بديك القيمه للساكنه ديال انزا داير الناس راه شافوا التهيئه والاقبال اللي كان ديال الساكنه على ديك لا كورنيش ديال انزا تنقولوا بانه انزا تعطاها واحد الصبغه سياحيه وبانه ديك المنطقه هناك تهيئه ديال الطريق الوطنيه وما يمكنش واحد الارض اللي مطله على شاطئ البحر واللي عندها واحد نقولوا ان بوتنسيال اللي هو سياحي توريستيك يكون فيها ملعب يستقبل مباريات رياضيه ديال العصبه اللي قلنا في اطار انه التهيئه الجديده ديال انزا انه يتحول هذاك الملعب لملعب للقرب تنأكد الملعب للقرب فضاء رياضي للقرب فضاء للتنزه فضاء للتبضع وفضاء ديال لا ريستوراسيون او الملعب ديال كرة القدم بمعايير جديدة زائد قاعة مغطاة راه سوف يتم انجازهم في انزا في اطار ديال واحد المخطط التهيئة اللي تنقولوه نريده لانزا انه تكون عندها وثائق تعمير ومن احد المراكز الجديدة اللي تنقولوا انه غنخلقوا في اكادير سبعة اقطاب جديدة راه احد الاقطاب الاقرب للتحقق وهو قطب ديال انزا شكرا. لا شوف غنقول واحد الله يجازيكم بخير حنا عندنا عمل ديال الفريق النهار اللي كتجي تتكون اكسبوزي سو لي بروجيكتور راه جايين باش نعملوا جايين باش نخدموا الناس راه شافوا لا كادونس افيك لاكيل اون ترافاي وكيف يشتغلوا هذا المجلس بالنسبه لنا حنايا واحد الحاجه راه حنا الله جداد في التسيير ديال العمل الجماعي وهذا الشيء وجايين كنا من قطاع خاص وجايين عندنا شركات ديالنا وعندنا نزاعات مدنيه في المحاكم وعندنا واحد المجموعه ديال الحوايج انا اللي الاشاعه والناس اللي كيبداو يهضروا واللي بغى يهضر ماني يملك الحقيقه حنا عندنا الثقه في القضاء القرار ما عندوش غير دعاوي راه عندي مجموعه ديال الدعاوي عندي مجموعه الدعاوي ديال الكرا وعندي بزاف ديال الحوايج فهمتي اما باش نجيو بعض الاشخاص الذين يركبون على داك الشيء باش بوغ اتاندغ ليماج دو كيلكان ولا دو لوطخ هذاك الشيء اللي كيحزو في النفس شكرا. انا مكتب المجلس الوقت اللي كان حط الفلسفه ديال الباك